السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك في عمرك يا شيخ ويعطيك الصحة والعافية ولك بمثل. الله يبارك في عمر حضرتك. قول لحضرتك يا شيخ، هل النصارى واليهود لو ليه صديق مثلا نصراني أو يهودي مثلا، هل ليس عليه غيبة إن اغتبته؟ بس هل لها فائدة؟ طبعا، لأن الله يقول: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، لحم إيه؟ أخيه المسلم. فإذا اغتبت كافرا ليس الإثم عليك كما تغتاب مسلما، ولكن هناك إثم. لا أستطيع أن أقول هناك إثم إلا إذا كنت ظالما. إذا كنت ظالما، لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. لكن هذا يختلف عن النصراني. نعم. شكرا.